بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 3، شوف addition of couple, resolution of a force into a force at O and couple. هنا ودنا نشوف، يقول لك إنه في عندنا two plane P2 and P1، إنهم هذولا في عليهم containing a couple. لاحظ هنا في عندي ال F1 و minus F1، هذولا شكله مزدوجة قوى، المسافة ما بينهم هي الR، إذن العزم تبعها RF1. في عندي F2 في هذا الاتجاه، وفي هذا الاتجاه المضاد لها في عندي minus F2، إذن هذول شكله مزدوجة قوى، المسافة ما بينهم دائما هي الR، إذن M2 تساوي RF2، واحدة في البلين P1، واحدة في البلين P2. لكن لاحظ كمان الاف ماينس اف 1 ماينس اف 2 المحصله تبعها هي الار ماينس ار، والاف 1 والاف 2 المحصله تبعها هي الار، اذا كمان المحصله محصله القوى هي كمان لها عزم مزدوجه، اذا يساوي المسافه ار وار مضروبه في المسافه فيما بينهم هي نفسها الار اللي ديستانس فيما بينهم، ويساوي اذا يساوي الار مضروبه في الاف 1 بلس اف 2. معناها انه محصلة القوى العزم تبعها يساوي العزم تبع كل واحدة من القوى وحدها. هلا بدنا نشوف كيف ممكن نستعرض عن قوى ب اكويفالنت لها. هنا عندنا في هذا السيستم الاول عندنا القوة هذه F تأثر عند النقطة A، يقول لك هنا انه ما ممكن ننقل النقطة هذه F الى النقطة O بدون ما نعمل اي تغييرات، بدون ما يحصل أي تأثير على الجسم الموجود عندنا، البادي الموجود عندنا. إذن إيش نسوي هنا؟ لاحظ، ودنا نضيف عند نقطة O، نحن في النهاية ودنا ننقل الـ F هذه إلى O. لاحظ عند نقطة O هنا ودنا نضيف إيش؟ F وماينس F، ما صار شيء، يعني حتكون نتيجة صفر فيما بينهم، خمسة وناقص خمسة حتكون نتيجة صفر. لكن نحن حنستفيد منهم بإيش؟ لاحظ إنه هذه القوة ماينس F والF هنا اللي المسافة ما بينهم R شكله إيش؟ شكله مزدوجة قوى، المومنت تبعها يساوي إيش؟ يساوي R في F. أوكي؟ إذن بعدين إيش نسوي؟ هذا صار المومنت عندنا عند النقطة O، وهذه القوة ما لمسناها، إذن بقت هذه القوة. إذن ممكن ننقل القوة F هذه إلى النقطة O، لكن لازم نضيف المومنت اللي هو حوالين النقطة O. هل لو بدنا نشوف، لاحظ هنا عندي moving force F from A to different point، لاحظ ان احنا الاف هذه بدنا ننقلها الى البوينت O prime، نفس الشيء اللي شفناه من شويه، يلزمنا تكون عندنا ام او برايم هنا وتكون عندنا الاف هي نفسها، لازم نضيف الام او برايم. طب الام او برايم هذه ايش تساوي؟ تساوي الار برايم بالاف. ليش الار برايم بالاف؟ لاحظ هذه هي القوه F، والمسافة اللي تبعدها عن O برايم هي ال R برايم، إذن هذا هو المزدوجة تبعها زي ما شفنا في سلايد الماضي. لكن هنا لاحظ هذا شفناه في سلايد قبل الماضي، أضفنا ال M O لأننا نقلنا إلى النقطة O، إذا ودنا ننقلها إلى ال O برايم لازم نحط M O برايم. لكن هنا يقول لك إيش؟ إنه عزم القوة F هذه الموجودة عندي هنا حوالين النقطة O والنقطة O برايم، O O برايم إنهم related، انهم مرتبطين فيما بينهم. كيف؟ لاحظ في السلايد الماضي قلنا انه ام او برايم تساوي ار برايم في اف، لكن الار برايم هذه ايش تساوي؟ لاحظ اذا اخذت المتجه اس وجمعت عليه المتجه ار حيعطيك ايش؟ ار برايم. اذا ار برايم هذه بدنا نستعيض عنها ب ار بلس اس، وبعدين نوزع القوس هذا تصير ار في اف هذه مع هذا، وبعدين الاس في الاف. لكن R في F هذه إيش هي؟ هي العزم هذه القوة F حوالين النقطة O. إذن الاثنين مرتبطين فيما بينهم، MO برايم MO مرتبطين فيما بينهم، وإذا أخذت الفرق بينهم يعطيك ال S في F. Moving the force coupled system from O to O prime، يعني تحريك الفورس coupled من O إلى O prime، يقول لك هنا يحتاج إيش؟ addition of the moment of the force O about O prime. يعني لاحظ
مرتبطين الاثنين، والفرق فيما بينهم هو الاس في الاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.